الأكباد. ذلك نقول نحن من الحكمة لا تخالط كثيرا أهل صنعتك، لا تخالط كثيرا أهل صنعتك. فقلما يكتب الله القبول لأحد في علم أو في غيره إلا ويحسده أهل زمانه ويؤلبون عليه ويشغبون عليه ويرمونه بسهامهم ونشابهم محاولة منهم لإذهاب ما فيهم. وقد ليس كل أحد يقدر على أن ينزع الشيء الذي في صدره مهما كان. يقول عمر بن ربيعة، وكنا قد ذكرناه قبل قليل، تكلم عن امرأة لكن الموضوع الشاهد، قالت: وتعرض ذات يوم تبترد، أكما ينعتني تبصرنني، عمر كن الله أم لا يقتصد. قلنا، يعني يجيبنها: حسن في كل عين من تود. قال أبو عمر معلقا: حسدا من أجلها. ثم قال: وقديما كان في الناس الحسد، وقديما كان في الناس الحسد. ولهذا كان العلماء يقولون: كلام الأقران بعضهم في بعض يطوى ولا يروى، كلام الأقران بعضهم في بعض يروى ولا يطوى ولا يروى. يعني لا تصدق قول زيد في قول عمر إذا كانوا يتنافسون في مضمار واحد، على أنه كن على يقين. من رفعه الله لن يسقطه أحد، ومن رفعه الناس سيسقط ذات يوم من غير أن تتعنى أنت لإسقاطه. اللهم احفظنا بحفظك، اللهم احفظنا بحفظك.